السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الطبخة سهلة ومعاكم نشوى مجدي. يوم دايت جديد بوجبة صحية جديدة، هنعمل إن شاء الله الكوسة المحشية باللحمة المفرومة، وكمان هنعمل شوربة الكوسة بقلب الكوسة اللي هيطلع بعد ما هنقور الكوسة بتاعتنا. فعلا شوربة فظيعة. هنعمل شوربة الكوسة دي بالحليب وبالزعتر. بجد يا جماعة هنندم على كل الأيام اللي اتخلصنا فيها من قلب الكوسة وما استغلناهوش. خليكم معايا وإن شاء الله تعجبكم. هنا عندي في طاسة على النار حطيت فيها بس معلقتين من الزيت، وهستنى لما الطاسة تسخن، وبعد كده هضيف اللحمة المفرومة. وزي ما قلنا لازم نحط اللحمة والزيت سخنة قوي علشان ما تنزلش ميتها ويبقى طعمها مش حلو. هبدأ أفرد اللحمة كده في الطاسة كويس. شايفين لازم اول ما احط اللحمه يحصل لها صدمه كده وتتحمر على طول، ما يبقاش ابدا الطاسه بارده. بعد كده هضيف بصله كبيره مفرومه ناعم، هقلبها كويس مع اللحمه. انا هنا ما ضفتش البصل الاول وحمرته لان الزيت اللي عندي قليل قوي، فمش هيحمر لي كميه البصل دي بطريقه كويسه. ممكن تلاقي جزء اتحمر وجزء لا، او ممكن يكون اتحرق منك. علشان كده حطيت اللحمه الاول بحيث انها تنزل نسبه من الدهون تحمر لي البصل معاه، وبرده نحاول نختار اللحمه ما يبقاش فيها نسبه دهون عاليه. بعد كده هضيف رشه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من البهارات المشكله، معلقة صغيرة من الملح، وطبعا ورق اللوري. لو انتي حابة بقى تضيفي حبهان بابريكا، حابة تضيفي خضار مقطع مشكل كده مع الفلفل، يعني اي حاجة حابة تضيفيها على اللحمة طبعا ممكن. بعد كده هضيف 3 فصوص من الثوم المفروم ناعم، لكن بعد ما اللحمة تقريبا تستوي 3/4 سوا، لان في الاخر الثوم هيديها طعم حلو قوي. هقلب التوم كويس واسيب اللحمة تكمل سوا. احاول اوزع التوم كويس ما يبقاش كله متكتل عندي في مكان واحد. خلاص كده اللحمة عندي جاهزة. بعد كده بقى هنعمل الصلصة اللي هنحطها على الكوسة بتاعتي. برضو في حلة على النار هحط معلقتين بس من الزيت، وعندي هنا 4 فصوص ثوم كبار، ولو مش كبار خليهم 5 أو 6 فصوص لو الثوم عندك صغير، مفرومين ناعم. هحمر الثوم كده لحد ما يوصل للون الذهبي. وياريت يبقى على نار هادية، لان لما التوم والبصل بيتحمروا على نار هادية بيغيروا طعم الحاجة جدا يا جماعة، بيبقى طعمهم احلى بكتير، احلى ما تبقى النار عالية وتحرقهولي او تحمرهولي مرة واحدة. كده هيطلع ريحة وهيطلع طعم حلو قوي. بعد كده هضيف عندي عصير الطماطم. انا هنا حاطة تقريبا 3 طماطمات يعني كبار شوية، وبعدين معلقة من صلصة الطماطم، وطبعا رشة فلفل اسود، ومعلقة من البهارات المشكلة، ومعلقة من الريحان المجفف. الريحان مع صلصة الطماطم يا جماعة بيعمل طعم تحفة، وطبعا الملح. وهقلب، وهنا مش محتاجاها تتسبك، بس هتغلي غلوتين لان انا عايزاها خفيفة بحيث ان الكوسة تستوي فيها. بجد جربي الريحان مع الصلصة دي حلوة قوي، حتى لو عندك ريحان فريش قطعيه وحطيه مع الصلصة. بعد كده هنا عندي الكوسة انا مقوراها، طبعا انا عندي حوالي 1 كيلو من الكوسة، واللحمة 1/2 كيلو تقريبا. وادي قلب الكوسة اللي طلع ده، انا هشيله واعمل بيه الشوربة بتاعتي. طبعا انا هعمل الكوسة في الصلصة، فانا مش هحتاج القلب اني احطه مثلا في الحلة من تحت زي المحشي، فهستغله في الشوربة، هيبقى فظيع بجد، شوربة روعة.
بعد كده بقى هبدأ احشي الكوسة بتاعتي. وزي ما قلتلك انت ممكن تضيفي اي اضافات للحمة دي، ممكن تضيفي مشروم، ممكن تضيفي فلفل الوان، يعني اي حاجة انت حابة تضيفيها هتدي اضافة وطعم حلو قوي. طبعا احاول مملهاش قوي، هي مش هتنفش ولا حاجة، بس يعني بحيث ان يبقى طعم الكوسة ظاهر، يعني ما تبقاش كلها لحمة وبس. وبنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية. بعد كده هجيب الصلصة بتاعتي، لو لقيتيها تقلت، انا هنا لقيتها تقلت بصراحة لما اخدت غلوتين بس على النار، فزودتها تقريبا ربع كوباية من المية. بعد كده هدخلها الفرن لحد ما الكوسة تستوي. هنا بقى قلب الكوسة اللي عندي حطيته في حلة، وهضيف عليه بصلة صغيرة وثلاث فصوص من الثوم، وعندي مكعب مرق او مكعب خضار، مرقة خضار او مرقة دجاج او اي حاجة يعني، بس هو الافضل ان تكون خضار، ومعلقة صغيرة من الملح وكوباية مية. طبعا انا قلت قلب الكوسة ده تقريبا كيلو، فانتي لو الكمية اقل هتحطي مية اقل، لاني مش عايزة المية كتير، وهغطيها واسيبها لحد ما تستوي. واحس ان البصل استوى، ادي هنا تقريبا اخدت 10 دقايق او 12 دقيقة بس على النار. بعد كده بقى هبدأ اضربها بالهاند بلندر او بالخلاط، يعني اي طريقة متوفرة عندك. اضربها كويس، شوفي ملاحظين انها تقيلة ازاي؟ انا عايزاها تقيلة لاني لسه هخففها بالحليب. شايفين سمكها؟ طبعا هي كده مش شوربة، هي كده بيبي فود يعني، فعشان كده هنضطر ان احنا نبدأ بقى نخفف بالحليب كده. طبعا حليب قليل الدسم او منزوع الدسم علشان الدايت بتاعنا. هبدأ اخفف لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. طبعا النار شغالة عندي، نار هادية يا جماعة. الشوربة فظيعة بجد، شوربة ملهاش حل، حلوة جدا 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 وطعمها روعة. القوام بقى اللي انت تحبيه للشوربة، يعني عايزاها سميكة شوية، عايزاها خفيفة، اللي انت تحبيه وصليها للقوام بتاعك بالحليب. بعد كده هحط معلقة صغيرة مليانة من الزعتر الاوريجانو، زعتر البيتزا، هيديها طعم فظيع. وممكن تضيفي كمان نعناع ناشف، يعني انت لو عندك نعناع مجفف برضو حطي، هيديها طعم حلو قوي. ان فعلا الزعتر والنعناع بيغيروا طعم الشوربة تماما. وهتاخد يدوب بس غلو على النار وبعدين هغرفها. شايفين شكلها فظيعة يا جماعة وصحية جدا، طبعا ما فيهاش اي دهون، والكوسة فظيعة بجد، وجبة يعني. طبعا هنا سلطة خضراء، طماطم، فلفل، زيتون، ملح قليل. ودي بقى المفاجأة، الكيكة بتاعتي دايت من غير دقيق، بسكر دايت. طبعا هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. فظيعة يا جماعة ومسموح بيها في الدايت بتاعنا، وبألف هنا وشفا.